للدستور انا قلت ونزيد نكرر ان الدستور والقوانين اللي راه جايه يخص نعطوا العهد لبعضنا بعض مع المواطنات والمواطنين والطبقة السياسية أن الشيء اللي صرا في بلادنا ما يزيدش يصير أبدا وما هوش إلا بالنية الحسنة بالقانون نعرف الثغرات اللي كانت في المؤسسة تاعنا والثغرات اللي كانت موجودة في القوانين اللي تسير الاقتصاد قوانين الصفقات قانون الصفقات قانون التبادلات قانون التحويل قانون كذا قانون كذا ما سمحش باش نراقب إذن لازم يعودوا يتراجعوا دروك بقى استرجاع الاموال الضائعه هذه من هذا واجب هذا التزام تاعي صحيح كيف انا عندي الكيفيه ان شاء الله ولكن في هذا الظرف انا نستنوا بعض المعطيات اخرى ان شاء الله ما دراهمنا يرجعوا ما فيها ان شاء الله ديجا نرجعوا غير الشيء اللي موجود هنا ديجا لارجون صال مازال يسيركيل مازال هذه اللي قلنا المقاومة لأن الناس تقاوم في التغييرات وهذه وي. في بعض الأحيان داخل فيها المال الفاسد لا غونغرين لا بروغريسي وين المال الفاسد راهم يشروا في الديمم وراهم يشروا في بعض الأحيان حتى مظاهرات يشروها آمل فيهم أنها تخلط يوم من الأيام ويخرجوا يا أوف نجموا يستنوا